حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر توريد إردب القمح المحلي الموسم 2023 بقيمة 1500 جنيه للإردب. في إقبال على التوريد السنة دي نتيجة رفع أسعار الإردب ل 1500 جنيه للإردب درجة النظافة 23.5. مديرية التموين في بني سويف عملت استعدادات لموسم توريد 2023 على مستوى المحافظة بحوالي أكثر من 19 موقع تخزيني على مستوى المحافظة بيغطي المحافظة من مركز الوسطى شمالا حتى مركز الفشن جنوبا. عندنا الصوامع هنا استيعاب 20,000 طن، عندنا شنط الصوامع مفتوحة لأي كمية كمركز تجميع، عندنا بيبة، عندنا بني سليمان، عندنا الوسطى، مراكز مفتوحة لجميع المزارعين لاستقبال الأقماح المصرية المحلية 2023. فيما أكد مزارع القمح أن ارتفاع سعر توريد المحصول المحلي هذا العام إلى مقابل 885 جنيها على الموسم الماضي هو ارتفاع غير مسبوق ويساهم في الحد من تأثير الموجة الاقتصادية الحالية، مؤكدين أن المحصول هذا العام مبشر وإنتاجيته للفدان في أعلى مستوياتها. سعر القمح السنة دي 1500 جنيه طبعا ده بالنسبة للفلاح حاجة محترمة بصراحة، وعندنا برضه الموسم هنا في الاستقبال عبارة عن 3 درجات، في 23,500، 23,475، ال 22,500. سعر القمح 1,500 ممتاز كويس، يشكر رئيس اللي رفع سعره على سبيل الناس تورد كلها القمح بقى للحكومة خلاص، والمحصول حلو بسم الله ما شاء الله. كما أكد قائمين على وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تكليف الرئيس السيسي للحكومة برفع سعر التوريد الذي أثلك صدور المزارعين، متوقعين أن يشهد الموسم الحالي زيادة في معدلات التوريد بعد القرارات الأخيرة. من مصر أحمد يعقوب.